السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة فراجيجو. والنهاردة الفيديو رقم 7 في نجوم خالدة، هنتكلم عن الممثل المصري محمد الديب. الفنان محمد الديب عمل في بدايات حياته الفنية مع الفنان نجيب الريحاني في فرقته، وعمل في مجال السينما منذ منتصف الثلاثينات من خلال عشرات الأدوار المساعدة، ومن الأفلام التي عمل بها بسلامته عايز يتجوز، والشاطر حسن، والأستاذة فاطمة، وحسن ومرقص وكهين، وعفريت سمارة. واشتغل محمد الديب مع الفنان أمين الهنيدي في السينما والمسرح. الفنان محمد الديب أعماله الفنية تجاوزت 140 عمل فني، كان من بينهم حسن وحسنين وحسونة، دي كانت مسرحية، وزوجة لخمسة رجال، ده كان فيلم، وعبود عبد وعبود مسرحية، وأكاذيب حواء كان فيلم، والدلوعة كانت مسرحية، ومسلسل الرجل ذو الخمسة وجوه، وفيلم شيء من العذاب، ومسرحية سلفني حماتك، وفيلم العائلة الكريمة، ومسرحية عشم إبليس، ومسرحية إلا خمسة، ومسرحية حكاية كل يوم. الفنان الراحل محمد الديب هو واحد من الممثلين المصريين اللي تميزوا في الأدوار الثانوية، وتخصص في دور الشرير رغم خفة ظله الملحوظة، ومثل مشاهد قليلة في بعض الأفلام، ورغم ذلك تركت بصمتها في تاريخ السينما، مثل مشاهده في فيلم الأستاذة فاطمة مع الفنانة الراحلة فاتن حمامة. ولد محمد حسن الديب يوم 4 أكتوبر 1908، يعني تاريخ ميلاده 4 أكتوبر 1908، وتوفي في 21 أكتوبر عام 1979، تاريخ الميلاد 4 أكتوبر 1908، وتاريخ الوفاة 21 أكتوبر 1979. الفنان الراحل محمد الديب كان متزوج من الفنانة الراحلة جمالات زايد. حياته الفنية بدأت كانت مع نجيب الريحاني، واشتغل معاه في مسرحيات كتير، منها مسرحية 30 يوم في السجن، وإلا خمسة، ومع نجمة الكوميديا الراحلة ماري منيب والفنان عادل خيري. بعد وفاة الريحاني عمل مع محمد مع أمين الهنيدي في المسرح، وقدم معاه 4 مسرحيات، كان آخرها حسن حسنين حسونة، وبعدها انقطع عن الفن تماما. الفنان محمد الديب رحمة الله عليه كان زوج الفنانة الراحلة جمالات زايد، وتاريخ ميلاده كان 4 أكتوبر 1908، وتاريخ وفاته 21 أكتوبر 1979.